اوكي، زي ما احنا متعودين احنا لازم بيكون معانا في بدايه الاسبوع كده مداخله عشان نقدر نتعرف على تفاصيل اكتر. دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك. بونجور. صباح الخير عليكي استاذه نعوان واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. انا عايزه اسال سؤال بسيط جدا. دلوقتي احنا في فصل الخريف وامبارح درجه الحراره تقريبا كانت 40 الصبح، فهل ده طبيعي؟ يعني او لا الموضوع بقى لا عليه علامه استفهام بصراحه. هو ايه اللي بيحصل؟ طبعا اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 6 درجات. بالظبط الدرجات دي مش الطبيعي في فصل الخريف، لكن موجات ارتفاع في درجات الحراره وارد جدا تتكرر في فصل الخريف، خاصه في النص الاول من فصل الخريف لانه بياخد بعض سمات فصل الصيف، يعني هو يعتبر امتداد لسمات فصل الصيف النص الاول من فصل الخريف. فوري كمان على مدار شهر 10 تتكرر موجات ارتفاع في درجات الحراره، لكن هي استمرت معانا مدتها اكثر من اسبوع، فعشان كده احنا حاسين بيها بشكل كبير. وجود نسب الرطوبه في الجو خلتنا نحس كمان بدرجات حراره اعلى من القيم المسجله، يعني احنا بنسجل درجات حراره ما بين 36 و37 بنحسها لو تكن 39 او 40 بسبب وجود نسب الرطوبه، لكن الحمد لله النهارده هيكون اخر يوم في ارتفاع درجات الحراره. الاجواء اليوم هتكون شديده الحراره راتبه على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري جنوب البلاد، السواحل الشماليه الاجواء بتكون عليها اجواء حاره راتبه. متوقع من غدا ان شاء الله تبدا درجات الحراره تنخفض تدريجيا، هنبدا نحس بالاجواء الخريفيه ان شاء الله من غدا الاثنين. درجات الحراره تنخفض بحوالي 3 ل4 درجات، ممكن كمان توصل الانخفاض ده ل5 درجات، لان غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، مع يوم الاربع والخميس هتوصل ل31، كمان هنوصل ل30 درجه مئويه، فان شاء الله هنبدا نشعر بالاجواء الخريفيه بشكل كبير جدا غدا، اجواء خريفيه وجود سحب كمان، يعني سحب منخفضه ومتوسطه هتحجب جزء من اشعه الشمس، فتاثير الرطوبه واشعه الشمس هيقل كمان خلال الايام القادمه ان شاء الله. الاجواء بصفه عامه على اغلب مناطق الجمهوريه هتبقى اجواء خريفيه، نقدر نقول فترات النهار فيها يعني بعض الحراره، اجواء ما بين الحاره الى المائله للحراره فترات النهار، فترات الليل كمان هنبدا نشعر بالانخفاض في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر هنبدا نشعر ببعض البروده في الاوقات دي، حتى كمان احنا هيبقى دلوقتي محترمين في نوعيه الملابس بين فترات النهار وفترات الليل، خاصه مع بدايه المدارس والطلبه اللي بيروحوا المدارس في الصباح الباكر، فهنبدا نصطحب معانا قطعه ملابس اضافيه لو احنا بنرجع من شغلنا متاخر او بنخرج في الصباح الباكر، لان احنا هنحس ببعض البروده في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل. طب انا عندي سؤال، حضرتك قلتي ان شهر 10 في اكتوبر اللي احنا فيه ده هيشهد برضو ارتفاع الى حد ما في بعض الاحيان في درجات الحراره، يعني ده هيستمر معانا الجو ده، التقلبات دي او ارتفاع درجات الحراره هتستمر معانا شويه في بعض الايام، صح كده؟ وارد جدا تتكرر في ايام شهر 10، احنا الانخفاض الاول هيستمر معانا ان شاء الله لمنتصف الاسبوع القادم، فالاجواء الخريفيه مستمره معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع القادم، لكن وارد تتكرر ارتفاعات درجات الحراره مره اخرى على مدار شهر 10 وكمان بدايه شهر 11، لكن لا بقى لا بجد؟ لا حتى شهر 11 لكن هي معدل الدرجات حتى شهر 11، انا عايز شهر 11 لا والله كده بقى اوفر، معدل الدرجات مش هيبقى بالشكل الكبير لان متوسط درجات الحراره في شهر 10 بتكون يعني ما بين ال 30 وال 28 درجه مئويه، فحتى لما هترتفع مش هترتفع بالشكل الكبير اللي شفناه خلال الايام الماضيه. انا خايفه يجي علينا الكريسماس بعد كده ونبقى لابسين صيفي، يعني ما ده يبقى وارد جدا، يبقى 25 على يناير الدنيا هتظبط ان شاء الله 25 يعني ديسمبر ويبقى لسه الجو حر، لا كده صعب والله. على كل حال موجات ارتفاع في درجات الحراره بتتكرر معانا بس تبقى اوقات معينه ما بتستمرش وقت طويل، وزي ما قلنا معدلات درجات الحراره او الارتفاع ما بيبقاش بالصوره دي. خير ان شاء الله دكتور منار، اشكرك جدا جدا على هذه التغطيه، شكرا ليك. مش مكتوب لنا نشاتي؟ لا ولا خلي بالك هنشتي مثلا نقول على اخر 11، ها هتيجي بقى شهر 3 خلاص الجو الشتاء خلص، ادي اللي خدناه من تغير. نعمل ايه احنا بقى؟ احنا نعمل ايه في الحاله دي؟ خلينا نروح فاصل. نعمل ايه؟ نروح فاصل بالظبط كده، ده اللي لازم يتعمل.